في اطار استعدادات محافظه اربيل للاحتفال السنوي بيوم نوروز عقدت اداره المحافظه اجتماعا موسعا لمناقشه خطه الدوائر الخدميه والامنيه الخاصه بهذا اليوم. سيقوم الجهات المعنيه من الشرطه شرطه المرور وكذلك الشرطه والاسايش بتقديم كل التسهيلات الى المواطنين وكذلك الى السائحين وسنسعى الى جلب عدد كبير من السائحين إلى محافظة أربيل رغم الظروف الصعبة التي يمر بها إقليم كردستان من الحصار ومن الأزمة المالية ومن المتوقع ازدياد أعداد السواح القادمين من محافظات وسط وجنوب العراق خلال مناسبة نوروز شرطة المحافظة أكدت أنها اتخذت كافة الاستعدادات لاستقبال أفواج السواح القادمين إلى أربيل تزامنا مع مناسبة يوم نوروز وضعنا خطة للسواح راح يجون بتأكيد آلاف من الإخوان في محافظات الوسط والجنوب ووضعنا خطة كيفية استقبالهم ووضعهم في فنادق وكذلك أثناء ذهابهم إلى المناطق السياحية أو مناطق التي يتم فيها احتفالات أعياد نوروز إن شاء الله ميدانيا تجري التحضيرات لمراسم الاحتفال الخاص بإيقاد شعلة نوروز على حدائق بارك شاندر وسط أربيل وكما هو معتاد سنويا وسيشمل الاحتفال العديد من الفقرات الفنية والفعاليات الثقافية تخليدا ليوم نوروز. الحمداني تي أربيل